رأس المقاومة، ولكن نقول لهم خسيتم، فالمقاومون بحمد الله موجودين وأسلحتهم موجودة، وبعد قليل سيكون هناك مؤتمر صحفي يثبت الزيف غاند ونتنياهو بأنهم استطاعوا القضاء على رأس المقاومة. المقاومة ستبقى موجودة والمقاتلين ما زالوا في الميدان. الاحتلال هو الذي انسحب، ونتنياهو يعلن هذا المجرم أن هناك جولات أخرى، دليل أن هذه الجولة يجب أن يعترف قادة الكيان بهزيمتهم، والمقاومة مستمرة حتى هزيمة الاحتلال، وحتى ننتقم لكل قطرة دم من دماء شهدائنا الأبرار نزفت على أرض المخيم والمدينة وفي كل مكان في فلسطين.